بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة جمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة. كما أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، وتمنياتهما نجاح أعمال هذه القمة.